لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صنعت حادثة وفاة المؤثرة شيماء بن سعيد الحدث في العالم العربي، خاصة وأنها توفيت في عز شبابها ولم يمضي على مرضها سوى أيام معدودة فقط. هذه المؤثرة كانت ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر يومياتها ومغامرتها مع زوجها، ولم تكن تعلم أن هناك عيون محرومة وقلوبا حاسدة تراقبها وتتمنى زوال نعمتها. هذه المؤثرة بين ليلة وضحاها تحولت حياتها إلى كابوس بعدما تم تشخيصها بمرض سرطان الدم الحاد، وبقيت تصارع المرض الخبيث إلى أن توفيت رحمها الله. ونشر ناشطون فيديو لزوجها وهو يركض في المستشفى هو الآخر، ويبدو أنه أصيب بانهيار عصبي ولم يتقبل وفاتها. ادعوا لي بالشفاء العاجل والنتيجة سهلة وسليمة بإذن الله والصبر. إبراهيمي زوج التيك توكر المغربية شيماء كشف وصيتها وهز المغاربة. شاهد ماذا قال التيك توكر شيماء بن سعيد. انتقلت إلى دار البقاء ليلة الاثنين بأحد المساحات الخاصة بالإمارات بعد معاناتها مع مرض السرطان. وأعلن زوج شيماء بن سعيد نور الدين خبر وفاتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي من خلال صورة تضمنت إنا لله وإنا إليه راجعون، وأرفقها بتعليق جاء فيه رحمك الله زوجتي بعد معاناة مع مرض السرطان. توفيت المرحومة زوجتي الطاهرة، ادعوا لها بالرحمة والمغفرة. وبعد هذه الفاجعة خرج نور الدين زوج الشابة شيماء وأدلى بتصريحات خطيرة عبر قناته في اليوتيوب، وقال لقد ماتت زوجتي الطيبة والحنونة شيماء، فنحن لم نتحمل حتى بأول ذكرى لزواجنا الأول. لقد تركتني شيماء وحيدا مكسور الجناح، لكن ما هز قلبي وجعلني أبكي دما هو أن زوجتي كانت قد جمعت مبلغا يقدر ب100 مليون سنتيم من حسابها على التيك توك، وكانت تنوي شراء فيلا لنسكن فيها مع عائلة سعيدة. لكن قبل دقائق من وفاتها قالت لي حبيبي نور أشعر أن أجلي قد اقترب ولم يبقى لي الكثير من الوقت بجانبك، ولهذا أنا أطلب منك إذا قدر الله وفارق هذه الحياة أن تتبرع بذلك المبلغ الذي جمعته من التيك توك لجمعيات مكافحة السرطان، وهذا أقل ما يمكنني فعله لكي أرتاح في قبري وأكون سعيدة. اختي انا راه خلت شوفي لي كنبغي نقصت حراسي وندير هذا قلبي انا دغيا رهيف دغيا كنبكي. حتي البارح شحال تنبكي وداك النهار هي دخلت عندها يا اختي الفيديو ديالها وكتبت ليها قلت ليها الله يشافيك اختي، وجاوبني راجلها مسكين راجلها جاوبني قال لي امينه اختي صافي. من تما حتى البارح ويطلع لي طلعوا لي الفيديوهات وكل شيء حاط بلي او كنقول لا ويلي لا كيما هذا الشيء اشاعه ما بغيتش بحال ما بغاش نصيق كنقول لا ويلي واش اشاعه هذه ويلي لا. عرفتي ملي دخلت حتى الكراج اللي حاط هذيك صافي مسكينه اختي الله يرحمها الله يرحمها ويوسع عليها. عرفتي راه ما نقولش لكم البارح عسكتي وهذا ما كان اختي الله يرحمها ويوسع الله يرحمها ويوسع عليها يا ربي. ويا اختي باقي حتى ما دفنوهاش يلا غادي نمشيو يدفنوها وبنادم حتى هو مسالي قبو وكندير بها محتوى ودابا تامين ماتت وداير بها مازال داير بها محتوى. السيده ما دايرش بها محتوى السيده راه كان كيصور هي هو وياها
اللي ما بغاوش يفيدها كان كيصور هو وياها، راه هي عندها متابعين ديالها، والمتابعين ديالها باغين يشوفوا اش وقع ليها، ديما يسولوا عليها كيفاش وليتي كيفاش بقيتي، ومنين ماتت ما يقولش ليهم باللي راه السيده ماتت، يخزن عليهم. كيفاش بغيتوا هذا الشيء؟ هذا صافي مسكينه راه ماتت، صوروها باللي راه ماتت، غادي نبيها في الجنازه ديالها، وصوروا المتابعات المتابعين ديال فهمتي المتابعات المتابعين ديالها اللي متبعينها، راه صوروا ليهم اشنو كاينو صافي. انا قتلوني شي وحدين، وانتوما اللي نايضين حاطين تصويرتها وكتهضروا عليها ما دايرنهاش محتوى من الطحرميات اللي فيكم. هو على اول بينها راه راجلها، هو لا حطها ولا صورها ولا دار فيديو وورى للناس اشنو كيفاش غدا في الجنازه ولا دفنوها ولا هذا، راه راجلها من حقه يصور. وانتم اش خشى حمارتكم الزحام؟ لاش حاطين تصويرتها وكتهضروا عليها؟ كتهضروا على راجلها؟ اللي كان دايرها محتوى ولا عاوتاني تمين ماتت ولا باقي دايرها محتوى؟ انتم اللي حاطين تصويره وكتهضروا عليهم وعليها وعليه ما دايرنهمش محتوى من الطحرميات اللي فيكم. كاين اللي حط صويرتها ودار القران وقال إن لله وإنا إليه راجعون، أما شي صفحات حاطين فيديوهات ديالها هي ورجلها وكتبن عليهم إن لله وإنا إليه راجعون دايرين الموسيقى. هلا عروسة ديالي غداية، عروستي غداية غدر، هيا هيا لبستها وتاني البيض وهي مجازة وتاني، هيا عروستي الحبيبة ديالي مجازة عروسة جات عروسة، يا رب تقبل عندك، يا رب تقبل عندك، انا مصيفطها لك يا رب تقبل عندك يا ربي بيبي. هاي بنيتي هاي بنيتي ها محبوب الله تبينا بسلامة شيماء، بسلامة بنتي، بسلامة بسلامة شيماء، بسلامة شيماء. ها العروسة ديالي غداية. لا اله الا الله لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.